يلا سخن سخن تعال سخن يلا محمد حتى اللي معك محمد لا هذا زهير خبره طبعا مفيش كلام لزهير القدم اليسرى يا جماعه لسه زهير يعدي زهير اللياقه طبعا يا جماعه السديسيات مفيش كلام للدينامو صانع الالعاب كريمو على طول رقم 8 سعيد مؤمن لكن تطلع كوره بره يبقى سعيد وهشام وزهير وكريمو على طول تاني وشوشة حلوة تطلع كرة بره كمان ركنية لصالح فريق سكويرتي 1 يلعب البانية على طول لكن تطلع كرة بره تبقى رمية تماس صالح فريق سكويرتي هجمة هنا وهجمة هنا رمية تماس صالح سكويرتي 1 ويلعب البانية على طول لكن ترد توصل على طول لكريمه لكن يقطع على طول عباس وترد تاني لمحمد لكن يا ولد عبد الحميد يطلع هشام على طول ينظف توصل لجول كيبر حميد ناتشو الساحر لسه قرية الفنجان زهير مختفي على الانظار لسه زهير في هذا اللقاء على طول العقل المفكر صانع الالعاب هشام كريم يا ولد يا هشام كده يعمل اللوب لكن تطلع على طول لمحمود بشير على طول بينية تاني الرقم 2 احمد علي لكن يحضن على كورته زهير كريمو حبيب كريمو يا ولد قلت لكم يا جماعه الاعصاب الاهدى الخبره تلعب دور يا جماعه واحد جواد يا ولد يا جواد على يمين عبد الحميد يحرز مصطفى يا ولد يا مصطفى يا ولد يا مصطفى بعقل كده على يمين حبيب كيبر احمد علي ويحرز الهدف الثالث احمد عبد الحميد والقدم اليسرى سعيد مؤمن الله يكون في عونك يا سعيد القدم اليسرى سعيد مؤمن يا ولد لا احلى ولا اروع من كلمته من الامارات الدوليه وسكويرتي وعلى طول يا ولد يا عبد الحميد عبد الحميد يطلع على طول يا ولد يا عبد الحميد وداخل صخره الدفاع ابراهيم بيبود يا ترى قرايه الفنجان عندها ايه يا ابراهيم؟ يعني ممكنه الحلول ابراهيم يا خبر ابيض مش ممكن يتوكل عباس يا ولد ويحط عباس ويحرز الهدف يوسف افلاح يا مش والله مبروك لفريق سكويرتي 1 وارض لك للحبتور للسيارات مبروك لفريق سكويرتي 1 وهارد لك لفريق الحبتور للسيارات اعزائي المشاهدين شكرا ثم نلتقي بكم الى احداث المباراه النهائيه فايلا الامسيه الجميله فايلا الحبتور للسيارات من ملعب الامارات الدوليه مع معلقكم الرياضي الكابتن محمد توكل ابو فارس